السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حنفي من شركة كلايبير من تحت العلامة التجارية بتاعتنا ايديل. بطريقة بسيطة جديدة جدا هنعرض لكم ان شاء الله شوية منتجات مختلفة من شركتنا. زي ما انتم شايفين عندنا بعض المنتجات، اولا منتجين رئيسيين، المنتج الصابوني اللي قدامنا ومنتج المناديل المبللة الا وهي الوايبس. طب حلو، هعرض لكم برضو ازاي بنقدر نستخدمهم وايه المزايا بتاعت المنتج بتاعتنا واحدة واحدة. طب خلاص نبدأ. أولا هنلاقي عندنا منتج صابوني، الهدف بتاع الشركة بتاعتنا ان هو نكون صابون لحد ما سهل الاستخدام، سهل التنقل، اقدر استخدمه في اي حتة، اقدر احطه في اي حتة، اخزنه في اي حتة بطريقة بسيطة جدا. طب ماشي، هنلاقي ان اول حاجة العبوة بتاعت الصابون، هنلاقي ان هي مكونة من عبوتين. اول عبوة مكون، لو فتحناها كده هنلاقي من جوه، هنلاقي دي العبوة من جوه. هنا بالظبط لو فتحناها هنلاقي دي العبوة من جوه، شكل مستطيل لحد ما مختلف عن اي صابون تاني. بعض المنتجات الصابونية التانية لحد ما يا اما ليكويد يا اما صابون بودرة، بس المنتج بتاعي شكله مميز لحد ما. وهنلاقي من جوه عبوة، كل عبوة هيكون فيها تو بيسز او في قطعتين. تمام، هنلاقي ان اول حاجة عندي منتج صابوني للاستخدام للجسم بتاعي بادي، عندي برضو صابون استخدام للفيس بتاعي. يعني عندنا هنا العبوة مكونة اصلا من عبوتين، واحد للجسم التاني صابون للفيس او للوجه بتاعي، علشان طبعا بعض الناس بتستخدم في ناس بتستخدم الصابون بيكون مختلف، الصابون اللي بيستخدمه للجسم بيكون مختلف عن الصابون اللي بيستخدم للوجه، صح كده؟ بالظبط. فهنلاقي العبوة بتاعتنا في صابونين، صابون للجسم وصابون للوجه. طب بقدر استخدمه امتى وامتى استخدمه؟ في طبعا احنا لما بناخد مثلا شاور او بناخد دش او حمام ساخن، بنلاقي ان بعض الناس عندهم لحد ما تجفف في القشرة بتاعت الجسم، صح كده؟ ده طبيعة، دي لحد ما ظاهرة طبيعية جدا، الا وهي ان انت جسمك بيفقد لحد ما مياه، بيجيلك احساس بالديهايدريشن، صح كده؟ بس الصابون بتاعنا لحد ما بيحاول يحافظ على درجة الـ pH بتاعت الجسم بتاعتنا، وبالتالي يقلل من احساس الديهايدريشن او احساس فقدان المياه او التجفف. تمام. تاني ميزة للصابون بتاعي الا وهو ان انا اقدر احطه في البيرس بتاعتي او الهاند باج بتاعتي بطريقة بسيطة جدا، اقدر احطه كمان في المحفظة بتاعتي واقدر اخده في اي حتة، سواء ان انا هقعد مثلا في مدينة تانية بعيدة عن السكن بتاعي، او اقدر مثلا اتنقل لمدينة او لحد ما بلد تاني، ببساطة جدا جدا اقدر اخده معايا في اي حتة، سواء انا هروح لبلد تاني او هروح لاوتيل او اروح عند صديقي او صديقتي في حتة تانية. تمام، حلو جدا. طب ده من ناحية الاستخدام وناحية التنقل. اقدر استخدمه ازاي بالظبط؟ بطريقة بسيطة جدا، بعد ما نفتح العبوة ونطلع شكل العبوة من جوه كده، بنطلعها بناخد قطعة من العبوة أو قطعة من العبوة ونحط عليها مية، وأقدر أدعك إيدي بالطريقة دي. لو بصينا عليها هنلاقي بدأت الرغاوي بتاعة الصابون بدأت تظهر. تمام، تقعد تدعك، وطبعا بتحطها على الوضع اللي أنت حابه، على الجسم بتاعك، دراعك، إيدك، أي حتة يعني. وبعد كده تروح بعد ما تحط تتأكد إن الصابون أصلا إلى حد ما حاول جسمك كله، تقدر بعد كده ان انت تغسل ايدك بطريقة طبيعية جدا. تمام، انا طبعا هغسل ايدي. فبالتالي الصابون بتاعنا ملهوش اي اضرار جانبية. بعض الاثار الجانبية التانية زي مثلا منتجات تانية ليها بعض الاثار الجانبية اللي هي ممكن تضر البشرة، لا، المنتج بتاعنا اصلا ايكو فريندلي، وبالتالي هو صديق للبيئة، مفيش أي داعي للناس اللي هي بتخاف على الاستخدام الكتير للمنتجات التانية علشان هي بتضر البيئة، لا، هو المنتج بتاعنا ايكو فريندلي. تاني حاجة، ملوش أي آثار جانبية على البشرة بتاعتنا. في ناس أصلا بعضهم عندهم حساسية من ناحية بعض الصابون، لا، المنتج بتاعنا ملوش آثار جانبية
الناس اللي عندهم حساسيه، بل بالعكس تماما، هو المنتج بتاعنا بيحاول يحافظ على درجه البي اتش بتاعه الجسم بتاعنا ويقلل من احساس التجفف. طب حلو جدا، ده بالنسبه لاول منتج لينا. عندنا المنتج الثاني الوايبس. لو لاحظنا هنا هنلاقي على ايدينا اليمين منتج تاني من منتجات شركتنا، هنلاقي العبوه وحجم العبوه لحد ما مختلف. المناديل المبلله اولا بتحافظ على الجسم من التجفف. في بعض الناس اصلا عندهم على ايديهم بعض التقشف او بعض التجفف، فالناس دي يفضل ان هي بتستخدم مناديل مبلله بحيث ان هي تدي كميه معينه من الميه للجسم. لو فتحناها كده هنلاقي اولا هنلاقي ان حجم ووزن العبوه لحد ما تقيل، حجم العبوه لحد ما كبير مقارنه بالمناديل المبلله الثانيه. لو فتحنا العبوه هي طبعا سهله الفتح، هنلاقي ان حجم المنديل المبلل بتاعي حجم مش عادي، الحجم بتاعي اكبر من المناديل المبلله الثانيه. طب تعالى كده نقارن، ده منديل مبلل تاني، ده من منتجات تانية. هنلاقي ان الحجم واضح، حجم المنتج بتاعنا لحد ما تقريبا الضعف او مرة ونص من المناديل المبللة العادية. تمام، طب حلو جدا. اولا اقدر استخدمه ازاي؟ ان انا احطه على ايدي بحيث ان هو يديني طبقة المية فوق الجلد بتاعي، مثلا على ايدي، على دراعي، على اي بارت او اي جزء من الجسم بتاعي. اقدر كمان استخدمه على الوجه بتاعي لو انا عندي مثلا طبقه تجفف على الوش بتاعي، او مثلا عندي احساس بفقدان الميه او التجفف على الوجه بتاعي، اقدر استخدمه على الوش، اقدر استخدمه على اي جزء من الجسم بتاعي. ليه؟ علشان ببساطه شديده جدا ملهوش اي اثار جانبيه على الوجه، بالعكس ان هو بيحاول يوفر كميه الميه اللازمه للجسم. للناس اللي هي بيكون عندها لحد ما بعض التجفف او التقشف في بعض الاجزاء من الجسم. بس كده ده ببساطه شديده جدا المنتج التاني بتاعنا. يبقى سريعا كده انا عرفتكم بالشركه بتاعتنا، عرفتكم عن منتجتنا، واحد عن منتج الصابوني للجسم وللوش، للجسم بشكل عام والوش او الوجه بشكل خاص. عرفتكم ان هو سهل الاستخدام، عرفتكم ان هو ازاي بيستخدم وان هو سهل التنقل، ووضحت لكم بالظبط ازاي تقدروا تستخدموه. واخيرا وليس اخيرا عرفتكم عن المنتج التاني بتاعنا لو هو الوايبس او المناديل المبلله، عرفتكم ازاي بنستخدمه وايه الفرق في الحجم ما بين المنتجات بتاعتنا والمنتجات العاديه. شكرا جدا ليكم، وانا تشرفت جدا بان انا اقدم لكم كل المنتجات دي.